مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم معنا مجددا في هذا البث المباشر مباشرة معكم من نواحي مدينة الدار البيضاء وبالضبط من السوق الأسبوعي سبيتة من الليل. كما كتعرفوا يعني كل أسبوع، يعني كل سبت من كل أسبوع كيكون عندنا موعد مع هذا السوق. هذا السوق اللي كيتعتبر يعني من أكبر الأسواق اللي موجودين هنايا بنواحي كازا. انتم عارفين الدور ديال الاسواق الاسبوعيه، عارف الاهميه ديالها، عارفين يعني انه يعني كيكونوا فيها يعني كيكون فيها كل شيء، كيكون فيها الخضره بواحد الثمن طبعا كيكون نوعا ما مناسب، يعني اي حاجه كيبغوها المواطنين يعني كيلقاوها. فكما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في في هذه اللحظات كنشوفوا التواجد ديال عناصر الدرك الملكي هنا بسوق الاسبوعي سبيتة من الليل، يعني واقفين على خدمتهم من اجل محاربه بردي الكتاف. كما كتعرفوا راه الاسواق الاسبوعيه اكيد كاينين هناك بعض يعني بعض الشباب اللي كيكونوا اصلا مازالين صغار، مازال يعني في عمر الظهور، اللي يعني ما كيحترموش راسهم، ما كيحترموش التربيه ديالهم، ما كيحترموش بزاف الامور، بالتالي يعني كيوليو انهم يسرقوا، كيوليو يشفروا، كيوليو يديروا شي سلوكات ماشي سلهيه. فكنشوفوا التواجد ديال عناصر الدرك الملكي من اجل يعني محاربه بردي الكساف، كنسميو بردي الكساف لانهم يعني كياخذوا الحوايج ديال الناس اخرين، كيسرقوا تليفوناتهم، كيسرقوا حوايجهم، فلوسهم الى اخره. فمشكورين عناصر الدرك الملكي على المجهودات اللي كيقوموا بها، اللي كيقوموا بها طبعا من اجل يعني توفير الامن والامان وال يعني السلامه ديال وحفظ السلامه والصحه ديال المواطنين. راه انتم عارفين الدور ديال اللي كيلعبوه يعني عناصر الامن الوطني ولا رجال الدرك الملكي، يعني كيلعبوا واحد الدور اللي هو كبير في الحفاظ على يعني الامن والامان والسلامه ديال المواطنين. فمشكورين على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها. فانتم كما كتشوفوا دور مرموق كيقوموا به رجال الدرك الملكي في السوق الاسبوعي سبيتة من الليل، مشكورين على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها. فانتم كما كتشوفوا يعني التواجد ديالهم في هذه اللحظات امام يعني امام السوق، يعني امام يعني في الباب ديال السوق، يعني في الدخله ديال السوق كتلقاهم واقفين، ماشي اي واحد كيسمح لي انه كيدوز. المحطه ديال الطاكسيات ها هي، كنشوفوا يعني كل حاجه في المكان ديالها الى اخره. فمشكورين مره اخرى على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها في سبيل المواطنين. فانتم كما كتشوفوا يعني الطريق صراحه راها عامره في هذه اللحظات، والمواطنين يعني كيلتحقوا بسوق في هذه اللحظه هذه من اجل باش انهم يعني يتقداو الى اخره. يعني عناصر الدرك الملكي هنايا راه كيتفرقوا يعني بطريقه احترافيه، كنقدروا نلقاوهم في الدخله ديال الباب وسط السوق، بعض الاحيان كنشوفوا بعض الحملات اللي كيقوموا بها ديال المراقبه الى اخره، يعني وسط السوق. يعني المهم يعني كنشوفهم انهم خدامين واقفين على خدمتهم حتى يعني يوفروا يعني الامن والامان للمواطنين بشكل عام. فشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في شنو واقع في هذه اللحظات امام السوق الاسبوعي سبيتة من الليل. مشاهدي قناه شوف تي في كنشكركم على حسن المتابعه، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر الى